Salam alaikum. Donc, Fimerus, la deuxième paragraphe est le cours du modèle quantique de l'atome. Donc, le deuxième paragraphe va te éliminer un nombre quantique caractérisant l'état de l'électron. Il y a un nombre quantique qui est mis en l'état de l'électron. Donc, chaque électron est constitué de quatre nombres quantiques. Donc, tout électron qui est constitué de quatre nombres quantiques que nous connaissons, qui est N, L, M, S. Donc, N, nous devons N. Donc, N, c'est un nombre quantique principal, représenté le niveau. Il y a qui présente l'INA, le niveau, le niveau de l'électron fait qu'il y a. Fait le niveau 1, ou le niveau 2, ou le niveau 3, à la N appartient à l'ensemble N étoile. Il y a N, nous avons. C'est 1, 2, 3, 4, il a réalisé. Donc, il y a le nombre quantique N. Donc, le nombre quantique L, c'est un nombre quantique secondaire. Il y a oui. Représenter le sous-couche. Il y a ce qui est présenté là, qui est avec le madar. Je me demande, avec l'électron, je me demande qui est où je vis. Ou je me tiens à l'orbite S, ou à l'orbite P, ou à l'orbite D, ou à l'orbite F. Maintenant, il y a une relation. Donc, اللي كتجمع لينا ما بين L و N. دونك عندنا L محصورة ما بين N موانزة و زيرو. دونك باغ إكزومبل إلا كانت مثلا عندنا N إيكالا أن، دونك L إيكالا زيرو، يعني محصورة ما بين زيرو، أن موان أن سي زيرو. دونك يعني إلا كان L كيساوي زيرو، أون ديت كون لوربيتال S. دونك L إيكالا زيرو، ديريكتومون غنعرفوه. فهنا داك الالكترون كاين في لوغبيت اس، يعني في مدار اس. الا كانت عندنا ان ايكالا دو مثلا، ان ايكالا دو دونك ال غتساوي لينا ان، حتاش دو موان زا سي ان. دونك الا كانت ال ايكالا ان، اون ديت كون لوغبيتال بي، يعني انا كنتكلمو على واحد، يعني داك المدار بي، يعني كنعرفو الالكترون راه كاين في داك المدار بي. إلا كانت L إيكالا دو دونك راه كنتكلمو على المدار دي، وإلا كانت L إيكالا تخوا كنتكلمو على المدار F. باش كنعرفو هاد L إيكالا أن ولا دو ولا تخوا كنشوفو كيكون عاطينا لو N، وكنطبقو هاد العلاقة كنلقاو هاد لو L ديك الساعة كنلقاو شحال كيساوي. إلا كانو مثلا عاطينا دو راه دو موان ز عطاتينا أن، دونك عندنا L إيكالا أن يعني بي. كانت مثلا تلاتة دونك 3 موان 1 سي 2 يعني دي اكسيتيرا الى غير ذلك. هذا فيما يتعلق لا دوزيام نوم كوانتيك. دونك ثوازيام نوم كوانتيك هو ام. دونك نوم كوانتيك مانيتيك. شنو كنقصدو بمانيتيك؟ يعني مغناطيسي، مغناطيسي مانيتيك. دونك نوم كوانتيك مانيتيك ريبريزونتي لي كاز كوانتيك، يعني دوك الخانات لي كاس مول خانة الكوانتي ديال هداك الكم. دونك كذلك عندنا واحد العلاقة كتربطو ب ال، دونك بحيث ام محصور ما بين ال و موا ال. دونك إلا كانت عندك مثلا ال إيكالا أن، دونك راه كتساوي لينا موان زا، هنا كتساوي لينا أن، وهنا كتساوي لينا موان زا. دونك يعني ام يقدر يساوي زيرو، ويقدر يساوي موان زا، ويقدر يساوي أن. دونك هاي حنا فسرناها دونك باش تفهمو مزيان. دونك الا كانت ال ايكالا زيرو، ام ايكالا زيرو، دونك هيولي محصور ما بين زيرو و زيرو، دونك دونك ام ايكالا زيرو. الا كانت مثلا ال ايكالا زيرو، حنا كنهضرو على لوغبيت اس، و اس في خانة وحدة، دونك هاي فين هي. دونك حنا يعني بواحد المعنى اخر ديك ام كتحدد لينا غير الالكترون في كاين، اش من خانه كاين فيها بالضبط. هذا هو الدور ديال ام، كيحدد لينا الالكترون اش من خانه كاين فيها. دونك الا كانت عندنا ال ايكالا زيرو، يعني عندنا خانه وحده، يعني لوغبيتال اس. دونك ام ايكالا زيرو، دونك هذيك لوغبيتال اس سي زيرو. الا كانت ال ايكالا ان، دونك ام يا اما غتساوي لينا موان زا، ولا غتساوي لينا ان، ولا غتساوي لينا زيرو، حتى الزيرو محصور ما بين موان زا و ان.
دونك عندنا ثلاثة الخانات، يعني لوغبيتال بي و بي كنعرفو ثلاثة، هادو ثلاثة الخانات، دونك يعني موان زا زيرو ان. دونك إلا قالك راه الإلكترون كاين في زيرو، يعني غديروهن، كان موان زا غديروهن، كان فيهم ثلاثة غديروهم ثلاثة، دونك يعني ام كتحدد لينا الإلكترون في كاين. إلا كانت هي ليغال دو، دونك راه ام كتساوي لينا موان دو، كتساوي لينا دو، يعني تقدر تساوي ومحصورة. دونك موان دو تقدر ام تكون موان ز، تقدر تكون زيرو، تقدر تكون ان، تقدر تكون دو. دونك الا كانت ال ايكال دو، دونك نتكلمو على لوغبيتال دي، و لوغبيتال دي كنعرفو فيه خمسة الخانات، حيتاش كاين زعشرة الالكترونات. دونك هي هاد، دونك موان دو موان ز زيرو ان دو سي سانك كاز. الا كانت ال ايكال تخوا، دونك راه كنتكلمو على لوغبيتال اف، و لوغبيتال اف فيه سبعة الخانات. دونك يعني تقدر هي كتساوي لينا موان ثلاثة ولا موان دو، و بيان موان ز، و بيان زيرو، و بيان ان، و بيان دو، و بيان تخوا. دونك هذا فيما يتعلق لتخوازيام نومبر كوانتيك. دونك فيما يخص لا ديغنييغ نومبر كوانتيك اللي هو اس، هذا كنسموه نومبر دو سبين، اس نومبر دو سبين، باش كيتعلق لينا نومبر دو سبين كيتعلق لينا بالحالة ديال الالكترون. مثلا لقيتي مثلا في ليكاس كوانتيك، مثلا عندك هذا طالع، دونك الا كان طالع راه لو سبين ديالو كيساوي لينا بلوس ان سيغ دو. لقيتيه مثلا في شي خانه مثلا هابط، راه كتلقاه لو سبين ديالو يقال موان ز سيغ دو، اللي هي هاد. دونك الا لقيتي السهم في الخانه طالع، دونك لو سبين يقال ان يقال بلوس ان سيغ دو. الا كان هابط راه اس، يعني النومبر دو سبين يقال موان ز سيغ دو. دونك هذا فيما يتعلق لا ديغنييغ نومبر دو سبين، لا ديغنييغ نومبر كوانتيك اللي هو نومبر دو سبين. دونك تعرفنا على نومبر ان ال ام و اس، دونك هادو هما لي كاتر نومبر كوانتيك اللي اللي كيتميز بها، اللي كتميز بها الحالة ديال الالكترون. دونك فيما يخص واحد الغومارك اللي هي كنتعرفو على كل مثلا كل لوغبيت شحال كيهز من الالكترون الماكسيموم ديالو. الا بغينا نعرفو مثلا كل لوغبيت شحال كيهز من الالكترون، يعني الماكسيموم ديالو، كنطبقو هاد لاغي اللي هي انا درتها على شكل غومارك. دونك دين فاسون جينيرال بور ان كوش ان، يعني اللي هو لو نيفو ان مستوى دوني ان او كاري اوربيتال اي دوز ان او كاري الكترون او ماكسيم، يعني الماكسيم يقدر يهز حتى الماكسيم، يعني حتى الحد. دونك عندنا هاد لا ريغل ان دوز ان او كاري. دونك الا كان عندنا نيفو 1، الا كانت مثلا هاي باغ اكزومبل، الا كانت ان ايكال 1، دونك غنديرو هاد القاعدة. دونك ان ايكال 1 دو فوا 1 او كاري اللي غتساوي 2 الكترون. دونك حنا كنعرفو لو نيفو 1 كيوجد فيه اس 1 اس 2 1 اس 2. دونك هادي غادي نتعرفو عليها في لا ريغل دو كلاوشوف، كلاوشكوفسكي كنسقي ماشي مزيان. دونك هادي غنتعرف عليها فيما بعد في لا تخوازيام باراغراف. دونك ان ايكال ان، يعني ان اس دو، وكنعرفو بان اس كتهز دوز الكترون. دونك الا كان عندنا لو نيفو دو، دونك دو فوا دو او كاري ايكال ويت فوا الكترون، يعني 8 الكترون اللي كتعطينا 2 اس 2 2 بي 6. يعني الا كان لو نيفو 2، في لو نيفو 2 دونك الماكسيموم ديال الالكترونات راه كاينين 8 اللي هما 2 اس 2 بي، يعني 2 اس 2 بي راه كيهز 8. كنعرفو بان بي كتهز 6 الالكترونات، و لو اس كتهز 2 الكترون.
الا كان نيفو 3 يعني راه غتهز لينا 18 الكترون، يعني جوج في 3 وكاري يقال 18 الكترون. ولو نيفو 3 اللي 3 زيس 3 بي 3 دي، دونك دي كنعرفو كي 10 الكترون، بي 6 الكترون، او اس 2 الكترون اللي هي 18 الكترون. الا كنا في نيفو 4 دونك 2 فوا 4 او كاري يقال 32 الكترون اللي هي 4 اس 2 4 بي 6 4 دي 10 اي 5 اف 14. دونك يعني كنطبقوا هذه القاعده باش نعرفوا كل نيفو شحال يقدر يهز من الكترون. دونك هذه فيما يتعلق بهاد بغينا نعرفوا كل نيفو شحال كيهز من الكترون. دونك هذا كل ما يتعلق بلا دوزيام باراغراف اللي هي نوف كوانتي كاركتيريزون ليتا دو الكترون. سي تو.